مؤسسات الدولة السورية التي لطالما عمد النظام على إضعافها وحاول اللعب بورقتها خلال كل جولات التفاوض من أجل حل في سوريا، تتعهد المعارضة السورية بالحفاظ عليها وحمايتها في حالة أي تسوية سياسية تعمل على إحلال السلام في سوريا الذي لا يزال الأسد وداعميه ومماطلاتهم عائقا دونه. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل أخبار الآن عماد كركس. طوال 5 عقود عمد نظام الأسدين الأب والابن على إضعاف مؤسسات الدولة السورية وإنهاكها على حساب تقوية نظامهما والمؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة له بهدف حماية النظام فقط. ومع اندلاع الثورة السورية في بداية آذار مارس 2011 عمق النظام هذا المفهوم، فازداد الفساد داخل هذه المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرته واستهداف بناها التحتية والمنشآت الحكومية في المناطق الخارجة عنها، إلا أن المعارضة السورية تصر وتتعهد بحمايتها والمحافظة عليها، ولا سيما في المرحلة التي تتزامن مع رحيل الأسد. المعارضة طبعا قادرة على حماية مؤسسات الدولة، وبدليل ذلك أنه هي عم تطالب بهيئة حكم انتقالي. هيئة حكم انتقالي هي بدها تدير الدولة من أصغر مؤسسة لأكبر مؤسسة، ومصرة إصرار المعارضة على هذا الموضوع على هيئة حكم انتقالي بقسم من النظام السوري الذي لم يتطخ ايديهم بالدماء السوري للحفاظ على موضوع مؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسة الجيش، مؤسسة الجيش والشرطة. هذول المعارضة دائما عم تشتغل وتصر على الحفاظ عليهم وقادرة بالمستقبل على الحفاظ على مؤسسات الدولة. انهيار مؤسسات الدولة تدريجيا ومنذ 5 أعوام وحتى اليوم سببه تعنت النظام ومماطلته لكسب الوقت في حربه ضد السوريين المنتفضين بوجه الأسد، والذي يعد العقبة الأكبر هو وحلفائه أمام مسار السلام في سوريا أو أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب منذ جنيف 1/2012 وحتى جنيف 3 بجولاته المتعددة بحسب مراقبين. في مرحلة أولى كانت إيران هي التي تقرر وهي التي تمسك بالقرار السياسي في سوريا. بعد التدخل الروسي أصبح لروسيا دور أساسي بالقرار السياسي، لهذا يعني الذي يعطل المفاوضات هو روسيا بالتحديد، وربما إيران التي لا تريد أصلا لأي حل سياسي. يعني إيران تريد إبقاء النظام بشكل كامل، روسيا إلى الآن يبدو وكأنها تريد إبقاء النظام، وبالتالي هي لا تريد حل سياسي قائم على مبادئ جنيف 1 والتي تقتضي تشكيل هيئة حكم انتقالي تقود مرحلة انتقالية لما بعد بشار الأسد. هذا واضح من الوفود التي تذهب من قبل النظام للمفاوضات، لأنه النظام لن يبعث وفد يوافق على إزالته كنظام، سيبعث ناس تدافع عن وجوده وبالتالي تحاول أن تلعب في المفاوضات لتقضية الوقت أو للوصول لشكل يبقي النظام. كل محادثات السلام التي تجري دائما المعارضة بمكوناتها جميعا تسعى نحو هذا السلام وتريد أن تفاوض حوله، ولكن الأسد لا يريد، إنه فقط يماطل. ولا يزال النظام يستمر بحملاته العسكرية مستهدفا السوريين ومنازلهم ومؤسساتهم الحكومية، ولا يزال حلفائه يحاولون خلط الأوراق في سبيل إبقاء الأسد على رأس السلطة أطول فترة ممكنة، وتجلى ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للمجموعة الدولية في فيينا، حيث نجحت إيران وروسيا بترحيل البحث في مصير الأسد مع تحديد موعد جديد لبدء جولة أخرى من المفاوضات، والتي لا يأمل منها السوريون حلا يرضيهم إن لم يكن رحيل الأسد على أولوياتها.